اليوم هقدم لكم وصفة رائعة جدا في تطويل الشعر بمكون سهل وموجود في كل البيوت. ده شيء يعني من الحاجات اللي بتطول الشعر وفعلا سحري جدا جدا. هو مش بيطول الشعر فقط، بيديكي لمعان، بيغطي على الشيب، بيديكي لون حلو قوي لشعرك. نتائج اول حاجة ايقاف تساقط الشعر مهما كانت حدته، سواء كنت رجل او امرأة هيوقف تساقط الشعر. ثانيا هيطول الشعر، ثالثا هيقوي الشعر. ومع الاستخدام في الوصفة هتلاحظوا ان شعر جديد هينبت معاكي في مكان الفراغات. فحرفيا هو من الحاجات التحفة جدا جدا. يلا بينا نتعرف عليه وازاي نستخدمه وطريقة التحضير. ولكن اول مرة تشوفوني فصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حطوا لايكات كتيرة قوي للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو بس الالف لايك، واشتركوا في القناة لو اول مره تشوفوني. اذا حبيباتي على بركه الله نبدا وصفه النهارده، ولكن عايزاكم الاول تركزوا كامل تركيزكم عشان تعرفوا انتوا بتحطوا ايه على شعركم وايه اللي شعركم بيستفاده. اول مكون هستخدمه هو من المكونات التحفه جدا، الناس اللي بتعاني من شعر دايما خشن نتيجه الجفاف، عدم الترطيب، عدم الاهتمام بالشعر. فاول مكون هستخدمه هنا جوز الهند، من الحاجات التحفه جدا جدا، كان تنعيم كترطيب، بيناسب حرفيا برضو كل انواع الشعر مش نوع واحد. هستخدم منه معلقتين صغيرين، ودي حاجه اختياريه بس لو عندك يعني الافضل والاحسن انك تستخدميه، هيديك نتيجه تحفه جدا جدا. تاني مكون هنستخدمه هو برضو من المكونات الحلوه وانا بحب قوي استعملها، ليه؟ ان هو بيغذي الشعر وبيمنع تساقط الشعر، وكمان بيمده بكل العناصر من فيتامينات من معادن مغذيه. هو التمر او البلح. يمكن ناس كتيره يمكن تستغرب، بس انا عايزاكم تجربوه قبل ما تحكموا عليه، يعني جربوه بنفسكم وانتوا اللي هتشوفوا النتيجه والنتائج احسن والنتائج افضل. احب قوي ان هو يتنقع في ميه، يعني يا ريت تنقعيه في الميه طول الليل، هيكون نتيجته احسن بكتير. طيب عندي هنا التمر، هستخدم حوالي 3 حبوب من التمر، يكون حجمهم كبير شويه، طبعا غسلهم كويس من جوه ومن بره عشان استفاد منهم. اما بالنسبه للمكون الثالث والاخير، ده بقى بيديكي لمعان للشعر حرفيا، عارفه شعر الهنود اللي بيبقى كله لمعان، غير ان هو كمان بيغطي الشيب والشعر الابيض. هو الكركديه اهو، بضيف منه حوالي معلقه تكون كبيره مليانه بالشكل ده، وبنزل على المكونات كلها بكوبايه ونص من الميه، شرط انها تكون ميه معدنيه او ميه من الفلتر. اغطي المكونات، ابدا ارفعها عندي على درجه حراره متوسطه مع تقليب المكونات من حين الى اخر عشان استفاد من الوصفه. وده بيكون شكلها، سبتها على البوتاجاز حوالي، اخدت حوالي 5 دقايق يعني 7 دقايق في الحدود دي. بس اهم حاجه طبعا بعد ما بنزلها بكون مغطيها، بسيبها لحد ما تبقى دافيه. بصوا هي دلوقتي دافيه. طيب افتراضا نسيتها، زهيت عليها، ما افتكرتهاش، تبداي تدفيها تاني، تبقى دافيه كده زي دمع العين ان فروه راسك تستحملها. واوعي اوعي تحطيها ولا بارده ولا سخنه قوي، سخنه قوي ده غلط، غلط قوي تشطفي شعرك او تغسليه بالميه السخنه، لانها بتسبب جفاف الشعر وبتشيل كل الزيوت الطبيعيه اللي ربنا خلقها لنا، بتسبب لك مشاكل كتيره قوي. تمام، تبداي تغسلي شعرك، طبعا غسيل الشعر بيبقى مرتين بس في الاسبوع مش اكتر من كده طبعا عشان ما يحصلش اي مشاكل، ويكون الشامبو بتاعي بمواد طبيعية او على الاقل مفهوش برابين ولا سلفات ولا سيليكون، لانها بتأثر على الشعر والصحة. تاني حاجة بتبداي توزعيه، تقلبي شعرك كده ناحية الارض، ده بيساعد في ان الدورة الدموية تشتغل في الراس، الدم بيوصل للراس، وبتبدأي في توزيع الماسك ده بالتساوي على الشعر بالكامل من الجذور وصولا الى اطراف الشعر، وباطراف الاصابع تعملي مساج خفيف عشان تنشطي الدورة الدموية.
الموضوع ده تعمليه 3 مرات في الاسبوع، وممكن تحطيه على شعرك ما تغسلهوش، ما فيش مشاكل، مش هيسبب لك اي حاجة خالص. لكن لو انتي بتتضايقي ممكن تشطفي شعرك بالمية العادية خالص من غير شامبو. اهم حاجة ما تغسليش شعرك اكتر من مرتين في الاسبوع بالشامبو، وحاولي ان انتي تهتمي بشعرك عن طريق استخدام بلسم او تعملي حمام زيت مرة كل اسبوع، ده هيفيدك جدا، خصوصا لو بتستخدمي دايما صبغات ومواد كيميائية. شوفوا الفيديوهات لو فاتتكم السابقة، موجودة دلوقتي على الشاشة، وكمان حطي لي لايكات، اعملي شير للفيديو، واشتركي في القناة لو سمحتي، واكتبي لي اقتراحاتك وارائك لفيديوهات جديدة حابين اكلمكم عنها الفترة الجاية. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واشوفكم في حلقة جديدة على خير. السلام عليكم ورحمة الله.